طبعا كابتن محمود الخطيب من منطلق واجباته ودوره الكبير النهاردة مع الفريق في أنه يدعم اللعيبة ويحفزهم. النهاردة كان حريص جدا على أنه يحضر التمرين وأنه يتابع ويطمن بنفسه على اللعيبة. زي ما شايفين دلوقتي في الفيديو، يمكن ده أول يعني حطت رجل لبدر بنون في النادي. النهاردة كان في ترحيب من قبل كابتن محمود بنجم الفريق الجديد بدر بنون، بعد ده ظهوره الأول، يعتبر أول مرة في الأهلي، وكمان كان حريص على دعم اللعيبة الشباب اللي جايين من الإعارة. احنا عارفين ان في عدد من لعيبة النادي الأهلي كانوا في إعارة. النهاردة كابتن خطيب بيطالبهم انهم يغتنموا الفرصة، خاصة في الفترة اللي جاية. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم فيها الحقيقة،